يوم بعد يوم عم تستمر عجلة الحياة بسوريا بالتطور على كافة الأصعدة والمجالات، خاصة على صعيد الصحة والبحث العلمي والطبي، حيث أقيم مؤخرا برعاية نقابة الأطباء في سوريا وجمعية فرح للطفل المريض بالكلية فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان الجديد في الغسيل الكلوي عند الأطفال. ليا المؤتمر امتد على يومين، الأول والثاني من شهر شباط، بحضور عدد كبير من الأطباء. لنتحدث أكثر عن الموضوع بصيرنا نرحب معنا بالدكتورة هدى مظلوم، أمين سر جمعية فرح للطفل المريض بالكلية، والدكتور أمين صندوق من الجمعية. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. دكتورة هدى، بالبداية عندك خلينا نحكي عن الجمعية ونتعرف عن الجمعية وتفاصيل أكثر. يسعد صباحكم، أهلا. شكرا على الاستضافة. جمعية فرح هي جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بتاريخ 21 نيسان 2013 برقم إشهار 622. طبعا مجال عمل الجمعية هم الأطفال المصابين بالأمراض الكلوية المزمنة، تقديم الدعم المادي والمعنوي وكل أشكال المساعدة لهم ولأسرهم. أهداف الجمعية طبعا كثيرة، كان من أهم أهداف جمعيتنا دعم برامج زرع الكلية. مثل ما كلياتنا بنعرف، زرع الكلية هي خطوة كثير مهمة بحياة الطفل، هي يلي بتخليه يعيد حياته وتأهيله بالمجتمع ونعيد دمجه مع أسرته مع أصدقائه مع المدرسة. فكانت أهم الأهداف هي بالحقيقة دعم برامج زرع الكلية، إضافة طبعا لدعم برامج التنقية الدموية والتنقية البرتوانية عند الأطفال، دعمهم من حيث الأدوية من حيث التحاليل المخبرية، إضافة لنشر الثقافة الطبية المتعلقة بالأمراض الكلوية عند الأطفال واللي هي كثير هامة وعم بتسوي يعني عم بتخلينا نخفف من حالات الأمراض الكلوية أو نخفف من أنه يوصل الطفل حتى للغسيل. التواصل طبعا مع كل المنظمات وكل المؤسسات سواء داخل سوريا أو خارجها من أجل دعم هدلون الأطفال. دكتور أمين، يمكن عم نحكي عن مؤتمر هو عدنان عفوا الخطيب. الدكتور عدنان، خلينا نحكي يمكن يعني هيدا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى سوريا خاص بأمراض الكلية عند الأطفال. نحن عم نحكي يمكن عن شريحة نوعا ما عندها خصوصية، يعني نعم. يمكن الكبير بيتحمل الألم بس الطفل عم يتعرض لنوع من الأمل ومرض مستمر، يعني دائما في عندك يمكن غسيل كلوي بشكل أسبوعي. صحيح. هيدا المؤتمر قديش يمكن في بحث علمي لجميع التطور بهيدا المجال أو بهيدا المرض خصوصا؟ نعم، الحقيقة هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني. احنا بعام 2017 كان لنا، بعام 2016 كان لنا مؤتمر، كان المؤتمر الأول للطفل المريض بالكلية. هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني، كان غني جدا بالمحاضرات وبالأمور البحثية الجديدة، وتم طرح كثير من المسائل من الناحية العلمية والاجتماعية والنفسية وأمور أخرى. فكان عدد المحاضرات كبير، تقريباً 35 محاضرة، 28 محاضر أغلبهم من داخل القطر. كان غني جداً، كان في جلسة خبراء للناس الخبيرين بأمراض الكلية عند الأطفال، كان في جلسة خاصة بالباحثين الجدد شو عملوا دراسات ومنشورات لبحثهم لنيل شهادة الاختصاص، كان في جلسة للأمراض المتعلقة بأمراض الكلية عند الأطفال مثل الأمراض القلبية أو المخبرية أو الأمور الجراحية، كلها كانت موجودة ومتداخلة ومتفاعلة وكله عم يناقش آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال. نعم. دكتورة هدى، خلينا نحكي عن المؤتمر وأهم التوصيات يلي خرجتوا فيها من بعد هالمؤتمر. تمام. هلا نحن أهم التوصيات طبعا العمل على تطبيق كل الوسائل الحديثة بالتنقية الدموية أو التنقية البرتوانية عند الأطفال. كان المهم أنه نحن ننشر هدف جمعيتنا، جمعية فرح. طبعا هذا من بركن اكيد كمان مشارك معنا وعم يدعمنا بهذا الشيء. نحن يعني نتوجه لكل شخص، كل جهه وكل مؤسسه معنيه معنا بهذه الامور انها تقدر تكون مشاركه معنا بدعم هدلون الاطفال وبدعم هدلون الاسر، لانهم بالفعل معاناتهم كبيره واليمه ومستنزفه لهم. فنحن
لازم نحط ايدنا مع بعض كلياتنا حتى نقدر ندعم هي الشريحه ان شاء الله. دكتور، يمكن كان في مشاركه كبيره من جميع المحافظات السوريه، خلينا نحكي عن هي المشاركه، قديش كان عدد الاطباء وقديش مهم يمكن بهي المؤتمرات تبادل الخبرات بين الاطباء. نعم، كان عدد المشاركين تقريبا يفوق ال 125 طبيب من كافه انحاء سوريا، من جميع المحافظات، من الساحل السوري، من شمال سوريا، من حلب، من حما، من حمص، من كافة المحافظات السورية تقريبا. وكان في مناقشة بعض العقبات اللي موجودة عندهم بالمحافظات الأخرى وتم مناقشتها. وكان في محاضرين كمان من باقي أنحاء سوريا، وتم الحديث عن تطبيق التوصيات التي أقرت في المؤتمرات العالمية الأخيرة. نعم دكتورة هدى، يمكن ظروف الصعبة اللي عم تمرق على البلد، يعني صار سنوات من الظرف الصعب، يمكن ما وقفت عائق بوجه العلم وتطويره، ويمكن حتى عمل الجمعيات مثل جمعيتكم وعقد أيضا مؤتمرات اليوم التبادل العلمي ومواكبة هذا التطور برغم كل العقوبات وبرغم كل الظروف يلي مرقت على الكوادر الطبية أيضا وعلى البلد. خلينا نحكي اليوم قديش مهم نحن نتابع، نعمل مؤتمرات، نخرج بتوصيات بتفيدنا وبتفيد الوطن. أكيد هذا الشيء، يعني مثل ما أشار الدكتور عدنان الخطيب قبل، نحن هذا المؤتمر الثاني، المؤتمر الثاني عم بيتم فيه تواصل مع كل الأطباء ومن كافة المحافظات. هلأ بالأخير الهدف أنه نحن نوسع المعرفة العلمية، نوسع حتى التبادل الاجتماعي بيناتنا كلياتنا. هذا الشيء طبعا راح يعود بالفائده على كل المرضى يلي نحن نعنى فيهم في الجمعيه. اضافه لانه كل شيء جديد عم بكون بمتناول الاطباء كلياتهم، سواء كان طبعا نحن بالمؤتمر كان عندنا اطباء كليه كبار، اطباء كليه اطفال، طبعا هذا التواصل بيناتنا بين الاطباء الاطفال، بين اطباء الكليه الاطفال والكبار، هذا الشيء بيدعم هدلون الاطفال، لانه بالاخير هاي الاطفال راح يكبروا ويصيروا تمام عند اطباء الكليه الكبار. ويمكن هيدا اللي تناولوه بالمؤتمر، عم نحكي يمكن تبادل خبرات تمام. بين الدكاتره تمام. نوعين كان نحن بنحكي عنهم بالمؤتمر، نوعين لغسيل الكليه، هلا المعترف عليه النوع اللي موجود بجميع المشافي، بهيدا المؤتمر تم تسليط الضوء على النوع الثاني اللي ما كثير يمكن معروف او منتشر في جميع المشافي القطر. تمام. هلا نحن دكتور عدنان اكيد لا هو التحال الدموي والرحض البريتواني، هذه اختصاصها للدكتوره هدى، هي بتعرف، بس انا كنت بدي احكي على موضوع الصعوبات اللي عم تواجه الكوادر الطبيه. الكوادر الطبيه الحقيقه كان في دور كبير للشركات، حيث انه في قامت الشركات بذلت جهد بتصنيع محلي وانتاج يعني وبقدرات بسيطه، رجعت ووقفت على اجريات تمول السوق المحلية، ما انقطع يعني حدا من المشافي أو من الناس مستمرة. ما تم في قطع لشيء. بالإضافة لهيك الشركات اللي من خارج القطر عملت إلها كان طرقة وعملت بجد وعمل بشكل كبير أنه أمنت هاي المستلزمات واخترعت بدائل، يعني كمان عم نحكي عن الأطباء بدائل، اخترعوا بدائل علمية أنه فعلا ما صار أي نقص لا لا لعملية غسل الكلية أو للأطفال أو حتى لمستشفيات القطاع العام، أو واللي كانت صعبة كتير تأمنت بالقطاع الخاص. يعني كان فعلا في جهد كبير وما شعروا أطفال سوريا بأي نقص في هذا المجال. نرجع لعند دكتورة هدى لتحكي عن النقطة المهمة اللي تناول المؤتمر، هو النوع الثاني من يمكن غسيل الكلية اللي غير معترف عليه أو يمكن قليل ما نشوف تسليط الضوء عليه. طبعا نحن عندنا نوعين من الغسيل، إما الغسيل الدموي اللي الكل نحن عم نشوفه، الأجهزة اللي بنشوفها بالمشافي بنشوف المرض عليها، والغسيل البريتواني اللي هو غسيل بيتم عن طريق إدخال سائل للبطن وبعدين إخراجه ويخرج معه السموم طبعا الموجودة بالجسم. هلا الغسيل البريتواني قليل نوعا ما بهالبلد، يمكن ما في لسه هالخبرة الجيدة، مستلزماته كثيرة، ما في إلى دعم منيح، ف
فهذا الشيء كثير متطلب عند الأطفال الصغار. الغسيل الدموي بده مآخذ وعائية، صعب إنه نحن نأمن عند الأطفال خاصة اللي عمرهم أقل من سنتين، فهون الغسيل بيعتمدوا بشكل أساسي على الغسيل البرتقالي. بخفف الألم يمكن عند الأطفال والتعب. مو بس بخفف الألم، كمان إنه بخليه يعيش حياته. يعني ما له مضطر إنه هو يترك المدرسة 3 أيام بالأسبوع مشان يروح على مركز الغسيل، ما بيتعرض للتعب الموجود بعد جلسة الغسيل، طبعاً بأمن له حياة أفضل بكثير من الغسيل الدموي. نحن يا ريت كمان نقدر يعني نكثف أكثر الضوء على الغسيل البرتقالي. نعم أكيد، نحن بنتمنى ونحن جاهزين في حلقات قادمة يمكن لنحكي بشكل موسع أكثر. دكتور، يمكن دائما من بعد مؤتمرات في توصيات، ولكن في أيضا رجاءات خلينا نقولها، أو في عقبات عم تواجه الطبية، يمكن طرقنا إلى من شوي، ولكن يمكن شو هي المقترحات يلي طلعتوا فيها وسلطتوا الضوء عليها ليمكن دراستها وتنفيذها في الوقت اللاحق؟ هلأ في المقترحات كانت على شقين، شق علمي واللي هي فعلا تطبيق والتشجيع على الرحض البريتواني مثل ما حكيت الدكتورة، وتطبيق الطرق الحديثة وتأمين كافة المستلزمات وتشجيع الشركات توريد المستلزمات اللازمة لتطبيق هذه التقنية. نعم. على الشق الاجتماعي احنا رجانا انه من المساهمين رجال الأعمال اي الجهات الداعمة انه تقدم دعم لجمعية فرح لحتى نرفع المعاناة عن اطفال سوريا اللي هن فئة كبيرة وبحاجة. الدولة مهما كانت عم تقدم وقدمت بشكل كبير، لقينا احنا في فرصة لجمعيات خيرية مثلنا مثل جمعية فرح انه تدعم هالجانب، هو جانب الطفل وموضوع الكلية ومرض مزمن ومرهق ماديا واجتماعيا ونفسيا. فهي النواحي مهما كان يعني بيضل انه المجتمع المدني مثلنا احنا بيقوم فيها ومدرك لابعادها لانه على تماس مباشر معهم احنا، بس احنا لحالنا كاعضاء مجلس اداره غير قادرين. فبنتمنى من الجهات الداعمه سواء شركات تجاريه او اصحاب الخير او الايادي البيضاء او اي انسان بيلاقي عنده فكره، احنا بنتمنى يتواصل معنا لنتابع دعم هالاطفال ونرفع المعاناه عنهم. اكيد بنتمنى لكم التوفيق. بالختام دكتوره هدى، كلمه اخيره بتحبي توجهيها لكل يمكن اللي شاركوا معكم بالمؤتمر واللي حاولوا فعلا يوصلوا وجع الاطفال؟ طبعا انا بحب اشكر كل مين تواجد، كل الاطباء المشاركين معنا. النجاح بده فريق كامل طبعا، والحمد لله المؤتمر كان ناجح على كل المستويات. بشكر الاطباء يلي تحملوا عناء المشقه والسفر واجوا من كافه المحافظات. بشكر المحاضرين ورؤساء المحاضرات. بشكر الشركات الراعيه يلي راعت المؤتمر ودعمته. اكيد الشكر لكم لانكم سلطتوا الضوء على هذا المؤتمر. أكيد نحن بدنا نتشكركم، وأكيد جمعية فرح ما بيلبق لها إلا الفرح، وأكيد مهمتها دائما تخفيف الألم. موفقين يا رب. دكتور عدنان الخطيب شكرا كثير لك، دكتورة هدى شكرا كثير، وشكرا لحضوركم وشرفتونا. أهلا وسهلا.